كتعرفوش المسطره دابا المتابعه. اولا هذه هيئه طبيه انتقلت عندكم الى مقر الشركه، عوض انكم ما تنتقلوا انتوما الى المستشفيات هي جات عندكم. نفس الاجراء اللي كيدار في المستشفى هو اللي كيدار في هذا المقر. ملي كتبان شي حاله معينه قطنت يعني مصابه ولا مسكوك بها بواحد الدرجه كبيره جدا، يتم نقلها الى المستشفى، عاد كتجرى التحليلات المخبريه. ملي كتبان التحليلات المخبريه كيدوزوا لعند الشخص او السيده اللي او السيده اللي اسميتو كيشملوا جميع العائله ديالها المخالطين لها. كنتمنى صادقا من الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الشيء هذا ما تبانش شي حاله، واذا بان شي حاله دوله حاضره. ما يمكنش، راه حتى في الاول كان جايب لنا لاباري قال لك حكا هذه ديال السخانه، واحد غادي نعرفوا واش فيه سخانه ولا لا، كلشي معقم. ايوا هي هذيك كانت هذيك لاباري تقريبا كلشي كان كتلقى عنده 35 36 تقول تقريبا فيكسي على ديك 35 36. هذيك السيده براسها اللي دابا مريضه راه هي اللي كانت كتعبر لنا حراره. هادو شنو غادي يديروا لينا؟ ما كاينش فرق، اش غايديروا لينا؟ شنو غايديروا؟ شنو غيطلعوا غيقلبوا لي صافي شويه سخانه ومشي لدارنا؟ او بليز قال لك ما بقاوش كيبانوا كاع الاعراض ديالها. شنو بغينا؟ بغينا نديرو التحاليل، بغينا نعرفو راسنا اشنو فينا ونبركو نبركو بحقوقنا، تيحيد هادشي ونخرجو باقل الاضرار. كل من الاول بركنا بحالنا بحال عباد الله ما غنوصلوش لهادشي كامل. هانبقاو خدامين واحد مورا واحد، اليوم يموت واحد غدا يموتو جوج، ها اللي غادي لدارهم المرض تاهو يموت، ها وهي غادا. مي ولا قال لك كلشي يجي يخدم، كيهدد فينا يا جيو تخدمو يا غندير لكم عقد كونترا. وزاد الناس زعما نتوما ما بغيتوش تخدمو، اما الناس راه كاين كاين المرض وكلشي وهما جاو يخدمو. بنادم كيجي كيبقى خدام من الصباح حتى العشيه، راه كنعمرو هنا اكثر ما كنعمرو في ديورنا. كيفاش ما غاديش نديو حنا هاد المرض لوالدينا اللي عندها وليداتها اللي عندها امها وباها كبار؟ شنو باغي يخرج على شحال من عائله عدم شويته لنا؟ ما كيعتبرناش بشر. كنتي كتهضري معاه كيقول زوج كلمات كيحضر راسو كيزيد. سنة كيف ما حنا كنسمعوا لك سمعنا حتى حنا اش باغي نقولوا؟ انت تدوي حنا ما ندويوش، ما كيعطيناش قيمتنا. شنو بغينا؟ بغينا نعرفوا ريوسنا واش مراض ولا ما مراضش ونبركوا بحقوقنا، حيت راه ما يمكنش ما نبركوش، راه ما يمكنش غادي نبقاو بحال هكا، راه ما يمكنش. ما يضيعش لينا حقنا ونجلسوا باش على الاقل نخرجوا باقل الاضرار. بنادم نهار الجمعه راه كلشي تقريبا مريض في الخدمه، كل مره كتبان لك وحده خارجه تغسل وجهها اللي فيها الدوخه اللي طاحت بزاف. كاينه اللي كاع مشات لدارها مسده عليها كتهضر معايا في التليفون كتقول لي انا غنخرج على امي غنخرج على با غنخرج على خوتي، باركه في البيت ساده عليا. ومالنا تنوصلوا لهادشي كامل؟ كل ما الاول بركنا في ديورنا. اشنو غيوقع؟ اشنو غيوقع لهاد الشركه الا تسدات واحد الشهر ولا شهر ونص؟ اشنو غيوقع؟ طلعنا خداو لينا لاكارت ناسيونال، قيد واحد السيد فوالا اسميتك شكنيتك فاش زايده اش فين تتسكني، حدا اخر تنوضي عنده كيقلب لك الحراره. امتى شتي هاد السيده اللي مرضت؟ صافي باش تعاني. اشنو بدات تعاني؟ صافي باش تعاني، ماشي واش فك العرض، اشنو فك ديجا تدوزي على شي مرض؟ صافي صافي تشي وهبطي وخذوا التليفون وهبطنا. بقاو عندي 35 خدعه، راه واخا مزيان فك الخدعه، ديما 35 بعد الخطره 34 35. شوفي حنا عندنا بين 34 و 36 وانا ما شتاش نهار الثلاث، انا ما شتاش ما تحكيتش معاه ما شتاش مشات حتى ما بقاش تجي ما عرفناش مالها. قال لك حقا كونجي صافي حتى البارح عاد باش خدم الواتساب وخدم سميت الفيس وخدم كلشي بان فلانه راه فيها كورونا. صافي كلشي بنادم تهزينا من الاعماق، تهزينا من الاعماق. اللي ما عنده وليدات وعنده والديه عنده راسو اللي ساكنه عبو حدا عندها راسها، ما تخافي عليها بحال هذه مسكينه عبو حدا. عمر 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 حنا عايشين، حنا عمر هضروا معاها البنات، هضروا معاها البنات البارح كانوا لحد الوحده ونص كانوا كيتصلوا بها. صافي من الوحده ونص الفوق صافي هضرت هي مع الريسبونسابل قالت لها صافي راه فيها كورونا صافي وقطعات، ما بقاش قادره تهضر مع البنات. وقبيله الصباح هضرت مع واحد اللي قالت لهم غير دعيو معايا هي تتوصي فينا هي تتشجع فينا ما ديروا والو عافاكم اختي دفع لنا اوراقنا الله سلام تنسوا نمشيو نبركوا بحالنا بحال عباد الله. صحاب الفينيسيو صحاب الكونفيكسيو مبركينهم وحنا مالنا؟ الدواش من دواء ماشي دواء، حنا غير السيرو تيوات راه ماشي دواء، راه ماشي دواء. كل كنا دواء حتى حنا غنخافوا على عباد الله غنخدموا، راه ماشي دواء. حنا مديكلاري بينا ميديكال، امتى مديكلاري بينا ميديكال؟ حتى لدابا توصلت كورونا علاش ديكلاري ميديكال؟ امال قبل كان كيقولنا تتبرونشيو غير تيوات بلاستيك، دابا ملي عطانا الورقة باش نخرجوا باش ملي شدونا البوليس عاد دار الورقة فيها ميديكال. ما تجيوش اليوم وحيد لنا الترونسبورات وما تجيوش، غنعقم حتى الغدا ويجيو تخدموا. لا لا عقم
نورمال واش خاصو تبقى الشركه ساده قال غير تجي وتخدم على طونسبورات غيكون انا انا لا اخرين الله اعلم خشي راهي ما كذبش عليك حيت هادشي اللي تسمعي راه واحد الانسان اش نقول لك راه الموت صحه صحه راه معودرك الفلوس لا حتى حاجه صحه صحه لمشات وليدات تشوفي وليداتك تشوفي والديك تشوفي خوتك خواتاتك كلشي غادي لهم بالمرض معنا حالياتك ما داش نبقاو هنايا